تتجوز واحد دمها تقيل لما تقدر تتجوز واحد دمها خفيف تهشتكك وتضحكك وتبسطك وتنعنشك. ليه بقى؟ لانها اكيد اكيد ذكيه. الست اللي دمها خفيف الست بتمتاز بالذكاء وبسرعه البديهه وبسرعه الرد وبسرعه التفكير وبتبقى دايما حاضره، عندها حضور رهيب الست الذكيه، فدايما عامله لك انترتينمنت في البيت. ست ذكيه في البيت، ست حاضره في البيت، ست مسليه جاذبه للاهتمام. بتقول لك مسليه يعني انت بدل اللب فرحانه بيه؟ لا لا، مسليه تسليه حلوه. اه مع اللب طبعا. كلها تسليه. واحد عريس قاعد قدام التلفزيون لب دم خفيف. الست